السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم تلاميذ سنة ثالثة من التعليم المتوسط. أقرأ لكم الوضعية. وأنا راجع من المدرسة فمررت بجانب حديقة تتوسط حينا، فرأيت طفلا في سني يتوسد التراب، يرتدي ثيابا رثام وممزقة، يمد يده إلى المارة طالبا الطعام والإحسان. فراعني هذا المنظر الحزين وقلت في نفسي مثله يكون في بيت دافئ بين أسرة سعيدة وأحضان الأم الحنونة. يذهب إلى المدرسة كل يوم، يتناول وجبات مفيدة وصحية لينمو ويترعرع في جو مريح. ولكن الواقع يعكس صورة مخالفة للطفل الصغير في العراء بين برودة الجو وحرارتها وسخط الناس وعدم المبالاة عفوا، فهو معرض للأمراض والحيوانات المتشردة. فأسرعت إلى المنزل وأخبرت والدي بالأمر. قال لي أبي يوجد الكثير من هذا الطفل. فقلت في نفسي الحمد لله على فضل الله ونعمته ونعمه. اتصل أبي بالجهة المعنية وأخذوه إلى دار الأيتام بسرعة، وهناك تكفلوا بطعامه ومأواه ودراسته. وعدت أبي أن أتقاسم مصروفي معه وأبقى أزوره كل آخر أسبوع. ابتسم أبي وقال بارك الله فيك يا ولدي، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذا بالنسبة لأول معلوماتي. إذن هكذا نكون قد أنهينا صفحة 23 من نص الشريط إلى حل نص مفتوح إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وحفظه، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.